بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحيا الله فضيلته. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: أخرجت في رمضان مضى زكاة الفطر عني وعن أهل بيتي، ظنة أن الشهر 29 يوما أو 29 يوما، وقد قدمت إخراجها بيومين، وفوجئت بأن الشهر قد تم، فهل تجزئ هذه الزكاة عني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن وقت إخراج الزكاة على ثلاثة أقسام. القسم الأول وقت جواز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت جواز. ووقت فضيلة، وهو بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الناس لصلاة العيد، هذا أفضل، وكل ما تأخر إلى الخروج فهو أفضل. والقسم الثالث وقت إجزاء، وهو إخراجها بعد صلاة العيد في بقية يوم العيد، فإنها تجزي مع الكراهة، تجزي مع الكراهة. والنوع الرابع وقت قضاء، وقت قضاء، وهو بعد يوم العيد، فإذا لم يخرجها في يوم العيد ومضى اليوم ولم يخرجها، وجب عليه قضاؤها بعده، لأنها دين في ذمته، فيقضيها بعد يومه ويكون آثما بالتأخير. فهذه المرأة إذا كانت أخرجت صدقة الفطر قبل العيد بيومين، فهذا مبني على الجواز والحمد لله. نعم. هذه أيضا تقول: مرضت العام الماضي في شوال ولم أستطع صيام ست من شوال، فهل أصوم هذه السنة ستا من شوال ثم ستا أخرى قضاء عن السنة الماضية رغبة في أجرها؟ النوافل إذا فات وقتها لا تقضى، فلا تقضي الست التي من شوال في العام الماضي، إنما يكفي أن تصوم الست من شوال عن هذه السنة. نعم. هذه أيضا تقول: أرغب في صيام التطوع يومي الاثنين والخميس وأيام البيض، ويمنعني زوجي بحجة أن الصيام يلهيني عن شؤون البيت وعنه هو، فهل له حق في هذا؟ نعم، له الحق في ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تصوم صوم تطوع وزوجها شاهد، يعني حاضر، إلا بإذنه. بذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من إذنه في ذلك. نعم، لأن حقه واجب. نعم. والصوم هذا مستحب. نعم. هل هذا سؤال الشيخ من إحدى النساء، تقول: هل يشرع لنا معشر النساء الخروج لصلاة العيد، أم الأفضل أن نصلي في المنزل؟ يتأكد خروج النساء لصلاة العيد، لأن أم عطية رضي الله تعالى عنها تقول: كنا نخرج لصلاة العيد، كنا نؤمر بإخراج الحيض والعواتق، ويعتزل الحيض المصلى، فإذا كانت الحيض تخرج لتشهد دعوة المسلمين فغيرهن من باب أولى، فيخرج المسلمون رجالا ونساء للمصلى، وتكون النساء منعزلات عن الرجال كما هو معلوم، وتكون غير متطيبة ولا متجملة ولا متزينة أو متبرجة، لأنها خرجت للعبادة وبرزت لربها عز وجل، فيجب عليها أن تخشى الله وأن تخافه ولا تخرج بزينة. نعم. هذه أيضا تقول: أشاهد في المساجد التي تقام فيها صلاة العيدين من تصلي ركعتين قبل صلاة العيد، مع أنني قرأت بأنه لا سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها. لا يشرع لمن جاء لمصلى العيد أن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، وإنما يكتفى بصلاة العيد فقط،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيد وصلى بهم ركعتين صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. لكن إذا كان هذا في مسجد تقام فيه الصلاة، إذا قيمت الصلاة في المسجد هذا موضع خلاف من العلماء، من غلب جانب تحية المسجد قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبعض العلماء غلب جانب صلاة العيد فقال لا يصلى قبلها ولا بعدها، فلكل وجهة والأمر واسع ولله الحمد. نعم. حكم صوم اليوم الثاني وما بعده من بعد يوم عيد الفطر؟ إنما يحرم صوم يوم عيد الفطر فقط، وأما أن يصوم بعده فهذا أفضل، كونه يبادر بالصوم بعد يوم الفطر هذا أفضل، لأنه يدل على رغبته في العبادة. نعم. التنبيه شيخ على صيام الأيام التشريق التي بعد صلاة، أما في العيد الأضحى فإنه لا يجوز الصيام إلا بعد نهاية أيام التشريق، قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لأنها كلها أيام عيد، كل الأيام الأربعة أيام عيد، لا يجوز الصيام فيها إلا في حق من عجز عن فدية التمتع، من عجز عن فدية التمتع فإنه يصوم أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. بارك الله فيكم. تقول هذه أيضا سمعت قولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلة العيد هو أن من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، فما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث باطل لا أصل له، ولا يشرع إحياء ليلتي العيدين، لكن من كان له عادة أنه يتهجد من الليل يصلي في الليل فإنه يصلي ليلة العيد كغيرها من الليالي، أما من لم يكن له عادة في قيام الليل وإنما يخص ليلتي العيدين بالقيام فهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. أيضا فضيلة الشيخ تقول يحدث في أيام العيد أن تخرج بعض النساء المنتزهات أو المتنزهات أو للزيارات لابسات ثيابا لافتة للأنظار، وقد يحدث شيء من الاختلاط في بعض الأماكن العامة، فما نصيحتكم فضيلة الشيخ للنساء ولأولياء أمورهن؟ هذا من المنكرات الفظيعة، تبرج النساء ولا سيما الشابات، خروجهن لمجامع الرجال ولمحلات اللهو وهن متبرجات ومتطيبات أو كاشفات لوجوههن أو شيء من أجسامهن، هذه منكرات فظيعة، والمسلمون قد انتهوا من أداء ركن من أركان الإسلام فلا يتبعوه بالمعاصي والآثام، فيكونون قد هدموا ما بنوه في شهر رمضان، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأن الشيطان حريص على أن يدمر أعمالهم، فالمسلمون دخل عليهم شهر رمضان ووفقهم الله لصيامه وقيامه واغتنام أوقاته، ثم بعدما خرج رمضان يكرون على ما قدموا بالإفساد أو بالتنقيص ويتبعونه بالمعاصي، فهذا شيء محرم. نحن لا نقول يمنع التوسع في أيام العيد بالمباحات، توسع في المباحات من أكل وشرب وترويح لا يكون فيه معصية ولا يكون فيه منكر، ولكن لا يجوز عمل المعاصي والمنكرات في أيام الأعياد كالأغاني والمزامير والطرب، اختلاط الرجال مع النساء وتضيع الصلوات والسهرات المحرمة، فإن هذا من إبدال النعمة بالكفران، قال الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والعبادات تتبع بالعبادات، والحسنات تتبع بالحسنات، ولهذا شرع الله أن يتبع شهر رمضان بصلاة العيد، وشرع أن يتبع رمضان بصيام الست من شوال، فهذا يدل على أنه يتبع العبادة بالعبادة ولا تتبع العبادة بالمنكرات والمعاصي. نعم.
تقول أيضا هذه ما الضوابط الشرعية في احتفال النساء بالعيد؟ النساء يبقين في بيوتهن أو يجتمع بعضهن مع بعض في مكان مصون لرؤية بعضهن والسلام بعضهن على بعض و يعني التوسع فيما بينهن بما أباح الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب وتناول المباحات. نعم. هذه أيضا تسأل تقول هل أؤجر بإدخال السرور على الأطفال يوم العيد بجلب الهدايا لهم وإعطائهم الدراهم ونحو ذلك؟ شيء طيب هذا، لكن لا في حدود الإسراف. نعم. وإنما تدخل السرور عليهم بشيء ليس فيه إسراف لأجل أن يفرحوا في هذه الأيام. نعم. رأيكم فضيلة الشيخ في لعب الأطفال من الحيوانات والصور ما دامت مهانة؟ الصور والمجسمات لا تجوز لا للأطفال ولا لغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع صورة إلا طمستها، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. هذه حديث عامة، ويمكن أن إعطاء الأطفال ألعابا ليس فيها محظور مثل السيارات والآليات، يعني صور للسيارات وصور للآليات وغير ذلك من الأشياء التي لا روح فيها، فلا مانع أنهم يعطون الأطفال ألعابا ليست على شكل صور. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونود في ختام حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ لو تفضلتم وذكرتم للإخوة المستمعين نصيحة تودعون بها هذا الشهر الفضيل. نعم، أشرنا إلى شيء من هذا وقلنا ينبغي أن يودع هذا الشهر بالتوبة والاستغفار والاعتذار عن التقصير، وأن يختم شهره أن يختمه بالتوبة وحسن العمل، فإن الأعمال بالخواتيم. وحتى لو كان الإنسان مفرطا في أول الشهر أو مقصرا، فإنه إذا ختمه بالتوبة وختمه بالاستغفار والندم على ما ضيع فيما سبق، فإن الله يغفر له ويتوب عليه. فعلى المسلم أن يحرص على ختام الشهر بالتوبة والاستغفار والإكثار من الندم والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يكمل شهره بأحسن ختام، حتى يكون شهره متكاملا وختامه مسك، وحتى يكون ممن أكمل الشهر، صام الشهر وقام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يشكر الله على تمام هذا الشهر، وأن يتبعه بالحسنات، وأن يتبعه، وكذلك من أهم شيء أيضا أن يخاف الإنسان أن يرد عليه صومه أو قيامه، فيخاف من عدم قبول العمل. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد رأى رجل من السلف ناسا يضحكون في يوم العيد أو يتمازحون، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. فعلى المسلم أن يخاف أن ترد عليه أعماله وأن لا تقبل، ولا يعجب بنفسه وبعمله، ولا يقول صمت شهر رمضان أو قمت رمضان، بل يعتبر نفسه مقصرا، يعتبر نفسه ناقصا مهما عمل في جنب الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كانت هذه الحلقة هي خاتمة هذه الحلقات 30 التي صحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه سميع مجيب، وأن يختم لنا هذا الشهر بعتق من النار، وأن يرحمنا برحمته، وأن يعفو عن الزلل والتقصير، إنه سميع مجيب، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.